متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير لكم. نشرة الأحوال الجوية متوقعة لنهار هذا اليوم، من المتوقع بمشيئة الله تعالى ازدياد فرص هطول الأمطار اليوم في المناطق الجنوبية الغربية تحديدا فوق المرتفعات، مرتفعات عسير والباحة وأبها، وحتى ربما تصل أحيانا بعض من الزخات المطرية إلى مرتفعات الطائف، قد تكون أحيانا رعدية وما غزيرة في بعض المناطق محليا بشكل عام. باقي مناطق تسود تقريبا بها الأجواء مستقرة عموما. درجة حرارة غدا اليوم عفوا في العاصمة الرياض 22 درجة مئوية مع ظهور لكميات من السحب والغيوم. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من سكاكا 18/7 تبوك 22/9 درجات، وفي عرار من 16 إلى 5 درجات مئوية. المناطق الغربية جدة 31/22، المدينة المنورة 27/19، مكة المكرمة 32/22، وفي الطائف من 23 درجة مئوية. في ساعات النهار تهبط لين إلى 14 درجة مئوية. في الباحة أمطار رعدية 19-11، في جزان 30-24، وفي أبها من 22-10 مع فرص لأمطار رعدية في هذه المناطق. في الإحساء شرقا 24-11، في الدمام 24-13، حفر الباطن 20-10 درجات مئوية. ختاما في المناطق الوسطى من المملكة تكون في الرياض 22-12 درجة مئوية، في بريدة من 21-11، وفي حائل من 19 إلى 8 درجات مئوية. هذا كما بدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة اليوم. دمتم بخير، إلى اللقاء.